رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده. اللواء الزبيدي يعزي في وفاة المناضل العميد صالح سعيد قاسم. رئيس الوزراء يترأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بتنظيم حركة التجارة. أمين عام محلي حضرموت يشهد الحفل الختامي لأسبوع النظافة والبيئة للعام 2023، ويلتقي الأمين العام المساعد لاتحاد رياضة ذوي الإعاقة. تحضيرات واسعة في الشحر، استعداد للاحتفال بالذكرى 500 للمقاومة الشعبية ضد الغزو البرتغالي.